نرجع للزيارة الغير فجائية لبلدية سليمان مع زميل عبدالله القاسمي. مرحبا بك سي عبدالله. مرحبا أمين. إذن في الواقع هي زيارة فجائية لأني أنا علمت عليها وكانت معنا جميع الموظفين تقريبا في الطريق الالتحاق بعملهم. لا لا هو بور البرنسيب فذا عبدالله, هي بور البرنسيب, هي احنا أعلننا على المشيتنا قبل أي نعرف. لا لا لا, لا نعرف بحس النية نعرف باشرة, خاصة أن القسم الأهم هو قسم الحالة المدنية باشر العمل متاعه, يعني تقريبا 38 دقيقة وقع فتح الأبواب لدخل المواطنين, يعني يمكن ثم ما يقارب 30 مواطن يعني كانت الدخلة الأولانية دخول بقوة تجهوا أخذوا الأرقام متاعهم وبدأت عملية تعريب بالإمضاء. احنا داخلين قسم الحالة المدنية ونلقاو سي فوزي تاسي كاتب العام بلدية في جولة تفقدية للمكاتب أخذناه مباشرة. معنا سي فوزي يعني يسمع فيك, يعني بإمكانك توجه له بعض الأسئلة. أي سي فوزي مرحبا. سي فوزي صباح الفل سيدي. اي شك يا سيدي, احنا فما برشة تشكيات تجينا على الخدمات البلدية بكل صراحة في الاكتظاظ بخفوا نلقاو زادة حتى المشاكل بتاع البناء الرخص وغيرها من المشاكل هذية. شنو تنجم تقول المواطن اللي يسمع فيك اليوم في سليمان؟ شكرا راديو ماد. احنا بالنسبة لبلدية سليمان مصلحة الحالة المدنية تستقبل يوميا اقل حاجه تستقبل 300 مواطن يوميا اقل حاجه في الظروف العاديه هاي. وتبدا احنا نبداو من 8:30 ولكن هم يبداو من 8 وحتى في الصيف كي تلقى الطقس باهي من 7:30 تلقى الناس تبدا تستنى على اساس انه بلديه سليمان هي تستقبل معناها عامله الاكسبسيون تخدم بزايد معناها الاداره نتاعكم. الحالة المدنية تخدم بشكل كبير برشا. اي معناها في فيها سوايع زايدة الحكاية ولا لا؟ خاطر شنو نعمل لكم قبة خضراء ونولوا نزوروكم سيدي الغالي. لا لا ما نخدموش سوايع زايدة لكن نبداو في الوقت اللي كي المواطن يجي للإدارة مهما كان هذاك المطلوب نص نقعدوا نكملوا له الخدمة نتاعه ولا بعد 5:30 يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة يا سيدي. إن شاء الله ما نستناو منا عديد الزيارات الأخرى, إن شاء الله تكونوا أنتم موديل مذهبين. احنا نفرحوا كي نلقاو إدارة تونسية اللي تمشي وتكون منضبطة في الوقت نتاعها. شكرا ليك, تحية لكل مستمعينا. أنا سمعتكم, أنا جاي من قربة وأنا سمعتكم تقريبا أنا 8 وعشرين وأنا في منزل بوزلفة سمعتكم وجيت عادي. أنا كل يوم لا عادي نكون 8:30. لا 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 احنا رانا لهنا مانيش نقوموا في دور الرقابي ولا باش نعسوا ولا حاجه. لا 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 بالعكس احنا مع بعضنا نبنيو في ثقافه العمل وثقافه انه لازمنا نكونوا بونكتويل والعديد اللي يتشكى والاداريين قبل المواطنين اللي قالونا بربي اجا وطلع علينا على خاطر فما ناس تخدم وناس مش قاعده تخدم. شكرا لك على تدخلك معنا سيدي الكريم وبارك الله فيك. تحيه لكل مستمعينا في سليمان.